وقد أشاد مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الليبية بمستوى الرعاية الطبية التي تلقاها الجرحى الليبيون في مصر، حيث وجه العميد الفاسي الشكر لمصر قيادة وشعبا. تقدم بالشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية حكومة رئيسا وحكومة وشعبا على ما بدر من هذه الجرحى، وعدوا بأثناء التفجير بشكل ورجعوا بشكل آخر، وهذا يرجع فضل الله إلى جمهورية مصر العربية. طبعا باسم سيدي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، نتقدم بالشكر والتقدير إلى شعبنا وإلى أخوتنا وإلى أحبائنا في جمهورية مصر العربية ولا السيد عبد الفتاح السيسي لما بذله معنا من مجهود، وبالأخص في المستشفيات العسكرية الراقية، والأخ مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية المصرية في حسن استقبال هؤلاء الجرحى، وهذا ما يدل شيء، يدل عن شهامة وعظامة هذا الشعب.